عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من مراجعة مادة الفارما. انا عارفة ان الفارما دلوقتي مش هكرر لكم عقدة كبيرة جدا، وعارفة ان انتوا يعني جايبين اخركم وعايزين اللي هو حد ينقذنا. انا بقى جاي لكم عشان انقذكم بجد، يعني كلكم وكل المواد اللي فاتت دي كوم، والمواد اللي جايه بعد العيد التانية كوم، وماده الفارما بالنسبه لي واللي هعمله معاكم فيها كوم تاني خالص. باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الله. ناويه اسهلها عليكم واشرحها بطريقه مختلفه، ونكون كل كلمه فيها نكون مبسطينها، وانها حتى لو هي رخمه في المعنى او في صعوبه الحفظ احنا لا نحاول نبسطها ونختصرها في جزء كده او حاجه بسيطه او كلمه سر كده نعرفها بيها. خلاص يا شباب اتفقنا؟ حمستكم في البدايه، يلا طب ندخل بنفس الحماس اللي احنا فيه ده علشان نعرف هنتكلم عن ايه. انا مش فاكره انا كنت وقفت لحد صفحه 7 من بعد 7 ولا من عند 10، فالمهم يعني قررت هبدا من عند استخدامات او الاسرابيتوكوز بتاع الاتروبين، تمام؟ لان الجزء ده مهم جدا جدا كمان مره جدا. عامه الكتاب باقي كتاب من بعد صفحه 10 هو ماشي بنفس النمط، ان هو بيديلك استخدامات لحاجه معينه ويقعد يقول لك استخداماتها على مستوى السي ان اس اللي هو سنتر نيرف سيستم او الجهاز العصبي المركزي ايه، طب على مستوى الاوفثالميك او العين ايه، طب على مستوى جي اي تي الجهاز الهضمي، طب على اليورينري إيه، لو على الجهاز البولي ايه، طب على السي في اس او إيه، عندك على الجهاز التنفسي ايه، طب على بص بيعدلك على كل الاجهزه اللي في جسمك الاتروبين بيعمل ايه، تمام؟ وكذلك الامر على الادرينالين والنورادرينالين والابينفرين، كل الحاجات اللي احنا عارفينها او كل الادويه او كل الحاجات دي بيديك استخداماتها على كل الايه الاجهزه. يقول لك والله العظيم الاتروبين ده بيعمل كذا في الجهاز التنفسي، لا ده بيعمل كذا في الجهاز الهضمي. مش بس كده، برضو الكتاب ماشي بنفس النمط ان هو بيشرح لك ايه بعد ما بيدي لك استخدامات وثيرابيوتيكوزس على كل الاجهزه دي، بيبدا يقول لك الادفيرز افكتس او الاثار الجانبيه اللي ايه لما بتاخده ايه اللي بيحصل لك، اثار جانبيه ليه. لا مش بس كده، ده بيديك الكنترول انديكيشن ليه، يقول لك ده الموانع او ايه الحاجات اللي ما ينفعش اخده فيها الاتروبين او ايه اللي ما ينفعش اخد فيه الادرينالين وهكذا. بقى هو نفس النمط على كده، يعني هو نفس الاسطمبه ماشي بقى باقي الكتاب، مفيش اي معلومات جديده الا حاجات بسيطه خالص هفكركم بيها، تمام؟ ركزوا معايا عشان نعرف ايه استخدامات الاتروبين سريعا. على السي ان اس في الجهاز العصبي، هو عصبي فيعمل لك ايه باركنسونيزم اللي هو الشلل الرعاش، هتاخده في سنه تانية بشكل متوسع شويه خلاص. ومش سيكنس اللي هو ده الترجيع اللي هو ايه بيبقى في الصبح بدري كده خلاص. مش مهم انت عارف ان هو باركنسونيزم، وعارف ان هو مش سيكنس، عارف ان هو برينستيك او سانسيتيك ميديكيشن، وطبعا انتوا معاكم المذكره اللي فيها ترجمه الحاجات دي، يعني انتوا معاكم مذكرتين جميله بجد. انا مش فاهمه انتوا ليه لسه بتشتكوا من الفارما بعد ما شفتوا المذكرتين دول، تمام؟ بيعمل لك سيداتيف، هو جهاز يعني انت بتتكلم عن الجهاز العصبي، على مستوى الجهاز العصبي بيخلي فيه سيداتيف، هو زي نظام مهدئ للاعصاب يا شباب، انتي انالجيزيك اللي هو بيبقى مسكن، من نفس الحاجات انت تطلع الحاجات كلها قريبه من بعض. كمان نفس الحوار بيعمل لك ايه كونتراكتس، دي اللي هو حاجات يعني بيعمل لك انقباضات على في الجهاز التنفسي، فبيعمل لك ديبريشن، وعندك البرونكو دايلتيشن يعني بيعمل لك توسع في الشعب الهوائيه، بيسبب لك مثلا اند بريفنت، بيمنع لك بيمنع الكحه، بيمنع الترجيع، اللارينجوس بسمه او التشنجات، او عندك مثلا بيمنع الباراسمباثيك ميديتد، احنا عارفين الجهاز العصبي السمباثاوي والباراسمباثاوي، تمام؟ فهو بقى بيمنع ان يحصل عندك براديكارديا او يحصل عندك هايبوتنشن اللي هو الضغط الدم يبقى واطي. طيب انا ايه بقى هو ده ايه المهم في ده؟ هقول لك ايه المهم. المهم في استخدامات الاتروبين في اللي هنا يقول لك اللي هو شلل الرعاش دي مهمه، الموشن سيكنس مثلا مهمه، السيداتيف مهم، في بعض الحاجات في الاستخدامات مش كلها كمان. ممكن يجي لك ازاي كمان نمط في الامتحان، انا كده كده في 40 سؤال هينزلوا لكم بكره ان شاء الله، يبقى حاجه جميله جدا. هيبقى بنفس اللي انا يقول لك مثلا يقول له ذا فولوينج، بيكون مثلا ايه ثيرابيوتيك يوزس الاتروبين اكسبت، ويكون جايب لك واحده من السي ان اس وواحده من الاوفثالميك وواحده من كده عادي خالص، فاهمين؟ طيب بالنسبه للاوفثالميك بيعمل او بنعمل بيه اكزامينشن او فحص في الفندس بتاعه العين. الفندس ده اعلى جزء عامه، هتاخدوه في سنه ثانيه برضو في الرحم والترينه، تعرف ان الفندس ده اعلى جزء، تمام؟ بيمنع الايه الساينيكيا، وفي الريديو سايتوسيس او سايتلايتس، مش عايزه الحاجات دي كلها، انا عايزاه في حاجات معينه، يعني ده بالنسبه لي هنا مش مهم، حتى انتوا هتلاقوا حاجات مكتوب جنبها في اي بي وحاجات لا خلاص. طيب بالنسبه للجي اي تي او استخداماته في الجهاز الهضمي، بيعمل لي بيبتيك السر او بستخدمه في حاله البيبتيك السر او القرحه الهضميه اللي عندي،
بستخدمه في حاله الدار او اللسان، وبستخدمه في حاله او السندروم اللي هي متلازمه اسمها الايه الهايبر موتاليتي. الهايبر موتاليتي دي يا شباب خاصه ب عارفين حركه الامعاء خلاص. طيب اليورينري بقى كجهاز بولي بيستخدمه في حاله الارجنسي او اللي هو الحاله الملحه ان الشخص ده في عايز يعمل حمام. النكترنال انيورسيس ده اللي هو البول اللي هو بيبقى عارفين سلاسل البول اللي هو بالليل خلاص، ده اللي هو البول اللي هو بيبقى بالليل يا شباب تمام اللي هو ان ذا نايت ده النكترنال. طيب السي في اس بستخدمه في حاله مين الهايبر اكتف كاروتيد ساينس سيندروم، دي برضو متلازمه عندك في حاله البراديكارديا، عندك في حاله الهارت بلوك تمام. طيب على المستوى الجهاز التنفسي بنستخدمه في حاله البرونكيال ازمة، في ازمة موجودة عندي فبنستخدمه فيها. طيب في البويزنينج او السمية بتاعت الاورانج وفوسفورس، بعد كده بيعمل لي عندك هايبر ري هيدرولايسيس، عندنا بعد كده الاثار الجانبيه زي ما كلمتكم هيعمل لي ايه، بيخلي الاثار الجانبيه بقى بالنسبه لي هنا مهمه، يعني الاثار الجانبيه او الادفيرس افكتس بتاعه الاتروبين في غايه الاهميه يا شباب وبفكركم. والكونتر انديكيشن برده مهمه جدا جدا كمان مره جدا مهمين. يبقى دلوقتي يا شباب الاثار الجانبيه مهمه، بيعمل لك دراي ماوس، بيخلي الماوس بيبقى ناشف كده شويه، بلورد فيجن اللي هو تشوش في الرؤيه، تاكي كارديا سرعه في ضربات القلب، سرعه في ضربات القلب، يورينال ريتينشن احتباس في البول، لان انتوا لو هتفتكروا وانا قلتها لكذا محافظه قبل كده وبحب يعني هنذاكر نذاكر بالطريقه دي. بمعنى ايه يا دكتور؟ بص انت عندك دلوقتي انا قلت لك لما جيت اكلمك في الاستخدامات كلمتك في ان هو بيبقى بيستخدم في الجهاز البولي في انه في حاله اليورينال ارجنسي خلاص، فالطبيعي ان هو بيكون بيعمل ايه، هو اصلا يعني الشخص بيبقى عنده حاله ملحه ان هو عايز يدخل حمام كتير، فانا بستخدمه عشان اقلل ده عشان اعالج ده، فممكن من اثار الجانبيه بتاعته ان هو يعمل يورينال ريتينشن، ده طبيعي لان هو كان بيعالج او بيقلل ان الشخص ما يدخلش الحمام، فهيعمل ايه لما الشخص ما يدخلش الحمام؟ بكاثار جانبيه اليورينال ريتينشن احتباس البول خلاص، هيعمل لك كونستيبيشن امساك. لان انت لو هتلاحظ برضو لما جينا نتكلم على الجهاز الهضمي قلت لك ان هو كان ايه على الموتيليتي او حركه الامعاء كان بيتحكم فيها او كان ليه استخدام في ده، فبديهي من استخداماته تقدر تعرف الاثار الجانبيه، وبرضو تقدر بديهي تجيب الكونترول انديكيشن او الموانع. ليه؟ اصل اقول لك لما كلمتك في العين كلمتك ان انا بعمل فيه بستخدمه في حاله الاكزامينشن او الفحص بتاع الايه الفندس، لما اجي اقول لك هنا الموانع ليه، لو حد عنده جلوكوما اللي هي الميه البيضاء العينين، لو حد عنده لارجت في البروستاتا تضخم البروستاتا، لو حد عنده بارلايتك الياس، ده الكونترا انديكيشن الثلاثه. طيب هندخل على تاني حاجه السيمباسوماتكس بقى يا شباب، عندنا اول حاجه فيها الادرينالين اللي هو الاسم الثاني للابينفرين، يبقى ده يا شباب الادرينالين هو الابينفرين، هنبقى عليه عشان حته مهمه خطيره جدا جدا. طيب 85% من السكريشنز او الافرازات بتاعه الادرينال ميديولا، ونعرف كمعلومة تانية هو عامة الكتاب عندكم مش منظم خالص ومش حلو خالص، وانا نفسي مش ببقى عارف اشرح اللي هو إيه. انت عايز تقول ايه؟ طيب ده ايه معلومات بتاعت حاجة داخلة في حاجة تانية، فعشان كده بعتلكم المذكرات وقلنا نذاكر منها يا شباب. انا بعد كده هعمل حاجة بكرة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، نخلص بس الاول من الكتاب برضو المنهج بشكل كويس زي ما الدكتور باعت، بعد كده كمذكره هنمسكها كلها من اولها لاخرها في فيديو واحد، دي اعتبرها مراجعه ليله الامتحان وهتفنش بيها وتراجع بيها خلاص كده. طيب نعرف ان هو بيكون اورال باي افيلابيلتي، لو رجعتوا لاول فيديو اللي هو كان اول مراجعه هتعرفوا ايه الباي افيلابيلتي واتكلمنا عن الجزء ده. طيب بنعرف ان هو بور ابسوربشن فروم الايه الجي تي، يعني الابينفرين او الادرينالين بيبقى امتصاصه ضعيف في الجهاز الهضمي خلاص. طيب نعرف ان هو بيعمل لي ديستراكشن، ليه هو اصلا لو هتلاحظ ان دي جايه من دي، بمعنى ايه بقى؟ هو ليه اصلا بيبقى بطيء الامتصاص في الجهاز الهضمي او ضعيف؟ لان هو بيتدمر او بيحصل له ديستراكشن بواسطه الجي اي تي جوز العصير المعدي. طب انت مش بس كده، هو رابيد ميتابوليزم ان ليفر، هو بيحصل له تمثيل غذائي في الكبد، والتلات معلومات دول اخطر من بعض الصح وغلط، فتكتب لي عندك كده سريعا وتسخن زي ما انا سخنت كده معايا ترو اور فولس خلاص يا شباب، مهمه جدا، ثلاثه مهمين جدا لما يجيب لك كده في الامتحان ويقول لك ركز معايا الادرينالين بيكون بور ابزوربشن فروم الجي اي تي اند رابت ان ذا ليفر، صح ولا غلط؟ صح، هو فعلا بطيء الامتصاص في الجهاز الهضمي ولكنه سريع التمثيل الغذائي في مين؟ في الكبد. وهو اصلا لو عرفنا او المعلومه اللي تاكد لك ان هو بطيء الامتصاص في الجهاز الهضمي لانه بيحصل له ديستراكشن او تدمير بواسطه مين؟ العصير المعدي جي اي تي جوز. حلو، سلو ابسوربشن بطيء فروم سب كيتونوس تيشو، يعني انت اصلا لو تحقن الادرينالين برضه سب كيتونوس سب كيتونوس اس سي برضه هيبقى بطيء خلاص. بسبب ايه بقى؟ لان انا عندي هنا فازو كونستراكشن في انكوبات في الاوعيه الدمويه اللي موجوده هنا خلاص، ورابت ابسوربشن فين؟ اي ام اديه عضل، لان هنا بيتا 2
اللي هو الفا وبيتا خلاص. فدي حته خطيره، بصوا دي اخطر واحده انا قلتها لحد دلوقتي، او اخطر كام معلومه دول اخطر معلومات انا شرحتها يا شباب لحد دلوقتي، ركزوا معايا عشان مهمين جدا. تاني بطيء لو اديته ايه، لو اديته سبكتنوس، وسريع لو اديته ايه اي ام عضل، مهمه يا شباب للغايه، وهيجيبها لك في الامتحان ويقول لك لو مريض ممكن يجيبها لك سيتويشن لو عايز يصعب، لو مريض كذا وهدي له ادرينالين هديها له اس سي ولا اديها له اي ام براحتك بقى اللهم بلغت. طيب الفارماكولوجي كان اكشن يا شباب، نعرف بقى كلوكال وسيستماتيك، وفرقنا للمره المليون بين لوكال وبين سيستماتيك، وقلنا يا شباب ان لوكال دي بيكون تاثيرها ايه موضوعي في في مكانها، اما سيستماتيك بتاثر على السيركيليشن او على جسمي كله خلاص. فلوكال لوكال هيموستاتيك، لوكال ديجنوجسنت، ولوكال او مش لوكال بقى اللي هو بيعمل لي ديلاي او تاخير في امتصاصه يا شباب خلاص كمسكن، تمام؟ يعني انا عايزه اديه مثلا مسكن او تخدير في الوقت ده او في مكان كذا هو بيبقى ضعيف، طيب او بيعمل لي ديلاي. السيستماتيك او على الاجهزه كلها في التمثيل الغذائي بتاع الجسم كله، كانتي الرجيك اي، كحساسيه، كمضاد الحساسيه، كاكشن ليه او فعل ليه او رد فعل على البلد او على الدم خلاص، على السي ان اس او السنترال نيرفس سيستم، تمام؟ والجزء ده يعني مش مهم بس نقرأه لازم نكون عارفينه. طيب تعال اقول لك ان في السيمباثوماتيك اكشن ده بيكون على الهارت ايه خلاص، بيعمل ايه هارت، بص طول ركز بس في الحته دي، السهم طالع ولا نازل، وبرده هي مش مهمه بالنسبه لي او بس احنا لازم نقولها ان هو بيبقى هارت ريت بيبقى معاه عالي، يعني يا شباب زياده سرعه ضربات القلب والكلام ده كله، الكونتراكتيليتي عاليه ولكن الاي ار بي قليل خلاص السهم نازل. انا بالنسبه لي السي او الكاردياك اوت بوت بيبقى عالي، ما طبيعي الكاردياك اوت بوت لازم يبقى عالي لان الهارت ريت عالي، والكاردياك ورك طبيعي الحمل على القلب هيبقى عالي برده، واستهلاك الاكسجين الاوتو كونسامبشن برده طبيعي ان هو يبقى عالي لان القلب شغال عمال يضخ بسرعه خلاص وفي حمل عليه، الاكسستابيليتي والاوتونوميسيت الانتو الاوتوميسيتي برده لازم تكون عاليه، كاكسايتي كاثاره للقلب خلاص ده على مستوى القلب. على مستوى شباب البي في بيعمل لي فازو كونستراكشن في الاوعيه الدمويه اللي هو البلاد فيزل، بيعمل لي فازو دايليتيشن او اتساع في الاوعيه الدمويه، فازو كونستراكشن لحاجه وفازو دايليتيشن لحاجه ثانيه، والكورونر بلاد فلو هيبقى عالي زي ما قلت لكم ان الجزء ده بالنسبه لي انا مش مهم قوي بس يعني احنا بنقوله لا ربما، بس الدكتور مش هيغطط للدرجه دي، انا بقول لكم ان هو مش هيغطط للدرجه دي. طيب خدوا بقى مني ثقه، يعني الريسبيريشن او على او المستوى الجهاز التنفسي، الابينفرين بيعمل ايه ترانزينت ابنيا اللي هو يا شباب بيسبب لي اللي هو بيبقى عندي اسمها ايه صعوبه في التنفس بسبب الايه البارفليكس، والريفلكس ده بتبقى عارفه ولا لكم ايه مش زي متلازمه بس زي ايه مش عارفه اوصلها لكم، مش عارفه يعني هي في دماغي بس انا مش عارفه اوصلها لكم ازاي، ما علينا بس المهم يعني ان هي بيعمل لي ايه ابنيه او صعوبه في التنفس او ما بقاش بيبقى في توقف في التنفس عامه. البرونكو دايليتيشن اللي هو عندي اتساع في الاوعيه الدمويه، وعلى مستوى الجهاز الهضمي بيعمل لي ستيميليشن او تحفيز خلاص. بعد كده التون او الموتيليتي او حركه الجي اي تي او الجهاز السموث ماسلز هتبقى عاليه، اليورينري بلادر على مستوى المثانه هيعمل لي ريلاكسيشن في او ارتخاء العضلات بتاع الحوض او المثانه. عندنا كمان يا شباب التريجون والتريجون والسفنكتر او العضلات العصيره يا شباب مهمه، شوفوا بقى انا بقول لكم حاجات كده من بين السطور مهمه بجد، يعني انت لازم تبقى عارف ان هو في الديتريسور ماسل بيعمل لها ريلاكس خلاص، اما في التريجون او السفنكتر والعضله العصيره بيعمل لها كونتراكت، والاولى بتاتوت الاولى والثانيه الفا خلاص نعرف عشان مهمين، ده الاكشن بتاع بيتا وده الاكشن بتاع الفا. طب انت عندك اليوترس، اليوترس او الرحم بيعمل لنا ايه ريلاكسيشن ارتخاء، واي ارتخاء خلاص هو بيتا ماشي تمام. السبلينا وعلى الطحال بيعمل لي كونتراكشن خلاص، الكونتراكشن ليه تمام. على مستوى الاي مفيش اي تاثير على الاي بيوبل او حدقه العين اللي هي ايه العين بتاعتي تمام. طيب ال
وبيعمل لي كمان فيها فازو كونستراكشن اللي هو بيعملها ضيق شويه، والاي او بي اللي هو الضغط بتاع العين برده بيبقى قليل، والايكواس هيومر مش عارفه ان هو مش هيغطي كده بس هو برده بيبقى قليل، اما الدرينيج او السوائل او الدموع او الحاجات اللي هتخرج من العين هتبقى زياده. طيب على الميتابوليك، الميتابوليك نعرف ايه هو بيجيب لك بقى مستويات على مستوى التمثيل الغذائي. طب تمام، فنعرف ان في التمثيل الغذائي الجلايكونوجينيسيس مش عارفه مش عايز تاجي. المهم يعني تبقى علي ما تضايقوش في النقطه عشان بقرا بسرعه، لو هقرا عادي هتلاقوني بقرا تمام يعني، بس المهم ان انتوا فاهمين ماشي، عشان في ناس كده بتبقى عندها فكر تاني عقيم كده مش هرد عليهم بس ماشي الكلام بيوصلني. الايه زياده اللايبوليسيس بيبقى عاليه، وزياده البلازما لاكتيت عاليه، ويعني اللي هو بتزيد اللي هو احنا كده في التمثيل الغذائي اللايبوليسيس انا بكسر هنا دهون اللايبيدات، احنا طبعا عارفين ده تحليل اللايبيدات خلاص. زياده الاو 2 كمستوى استهلاك الاكسجين هيبقى استهلاكه برده عالي خلاص. بالنسبه للسيرم بقى بتاع البوتاسيوم ترانزيانت اللي هو عندي يبقى برده مطبوع ب، يعني في الاول يا شباب انا هيبقى استهلاكي للسيرم بتاع البوتاسيوم عالي خلاص، بعد كده هيبقى المده بتاعته ايه طويله فهيبدا يقل. المهم ما تشغلوش بالكم عدوا كل اللي انا عمال اقوله هنا، مدام ما دققتش وقعدت عد 3000 مره فيعني اعتبروه اللي انا اعرفه خلاص كواجب من ان احنا نعرفه ان هو منهجنا. يعني الانتي الرجيك او الانتي انافيلكتيك نعرف ان هي ايه بيكون فيسيولوجيكال انتاجونست وفي الهيستامين، والجزء اللي داخلين عليه ده سهل ومهم تمام. طيب ك نيورو ماسكولار بقى كنيورو ماسكولار والنواقل العصبيه ده بيعمل لي فاسيليتي يا شباب لان ام او للاشارات العصبيه اللي بيحصلها ترانسميشن او نقل، كسي ان اس كسنتر نيرف سيستم بيعمل لي على مستوى الجهاز العصبي المركزي تريمورز او رعشه، بيعمل لي انسومنيا والانكزايتي والترنس. يعني انا عايز اقول لك هم دول تحسهم كلهم في بعض بس يعني سطر واحد او تحسهم جمله، ولكن هي في الاخر كلمات 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 اللي هو مقطعه. يعني بيعمل لك رعشه، بيعمل لك انسومنيا او ارق، بيعمل لك انكزايتي او قلق، بيعمل لك الترنس خلاص اللي هو تغير في الوعي وكده. طب كاستخداماته بقى كاستخدامات علاجيه بستخدمه في حاله الازمه البرونكا الازمه، بستخدمه في حاله انا في علاقتي شك، ومهم نعرف الاستخدامات بس مش مهم يعني نعرفها، لا نعرفها احتياطي لان انا ممكن الغي لكم الكتاب كله دلوقتي. طيب البرولونجيشن اوف الاكشن اوف اللوكال انستيكس والايبيستكسس، والايبيستكسس دي مهمه جدا، الايبيستكسس النزيف من النوز البليدنج اوف النوز ومهمه جدا جدا جدا، الايبيستكسس مهمه. كاردياك ريسيستيشن لما بسمعهم في حاله الانعاش الرئوي، الاوبن انجل جلوكوما في الميه اللي تبقى في العين خلاص. طب السايد افكت يعمل لي قلق وريستلسنس اللي هو هيج او اضطرابات وانسومنيا اللي هو ارق ونعش ورع، حتى العربي اهو شفتوا بقى ورعشه من كتر ما انا عايز اخلص لكم واتكلم بسرعه تمام. وتاكي كارديا بالبيتيشن اللي هو بيعملها خفقان وبيستخدمه في حاله، او هو كمان ضمن الحاجات اللي بيعملها اثار جانبيه بس بيعمل لي انجينا، وده بيبقى بسبب الكاردياك ورك ان هو القلب عليه حمل او شغال انقباض عضله القلب شغاله سريعا، بيعمل لي بيرفع لي الضغط خلاص، بيعمل لي اريزميا، بيعمل لي اسمها اكسترا فازيشن وانا قلتها لكم، او بيعمل لي غرغرينه يعني ممكن توصل غرغرينه. عايز اقول لك اني برضو هتلاقي السايد افكت جاي من الاستخدامات، انا كنت بستخدمه للعلاج كذا، فلما اجي انا بعد ما كنت بستخدمه للعلاج كذا ده ومثلا اديت جرعه زياده عملت اي حاجه هعمل الاثار الجانبيه دي، ده طبيعي خلاص. طبعا الاثار الجانبيه دي بتبقى يعني قلمه لما بتحصل، بس هو مفيش اي دواء خالي من الاثار الجانبيه عامه. في حالة الاي بيعمل لي هايبريميا، بيعمل لي بيرنينج او حرقان كده، الم حرقان كده في العين وفي الكونجنكتيفا او في البياض اللي حوالين العين، بيعمل لي بيجمنتيشن. ايه هو البيجمنتيشن ده؟ تصبغ في الكونجنكتيفا او البياض اللي حوالين العين تمام كده. طيب احنا خدنا كام؟ طيب ننزل لكم الجزء ده ونرجع نكمل يا شباب علشان مش عايزه الفيديو يطول لان انا النت بتاعي مش هيوصلها عشان شحنت الراوتر تاني. دعواتكم.